الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. إيانا وإياك. فرمي لا المقتضي، يعني مقتضي عامنية، يعني لا تعميم المقتضي. جاء مقتضي بكسر الضادي، مقتضي شيء وهو قبل أن إشارة ما بيكردوها، وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور يسمى مقتضا بفتح الضاد. مقتضي أو اشتيك كلام مستقيم ناب، يعني معنى كي نايت والراس درناتشي مقرب تقدير يكي لأمور كأوتن يا أمرا ككلامك في مستقيم به في أرين مقتضى بفتح الضاد فإنه لا يعم أوش بل لا يعم جميعها، يعني أو مقتزية اقتزاي همو أو أمرناك بيجي ولا هموي لتقديرها. وشي لاندفاع الضرورة بأحدها، تنك أو ضرورتك الصحة يا صدق كلامك يا يعني عدم صحة يا عدم صدق كلامك يا الدفع به لا أشي بيكيك، يعني هل بيك كان كارك جوربي، ويكون مجملا بينها ولأو تنيا أمرا كأو يعني أو أحد كوا اندفاع كيبي أبي مجمل أبي لبين أو أمورانا زي كاميانا يتعين بالقرينة بقرينة معلومة به. وقيل يعمها، قيل غريش عام بو هموي حذرا من الإجمال بو أويك توشي إجمال نبين كإجمال لدوايا نيازي بتبين هيا. مثاله حديث مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل كحديث كأوي للرفع عن أمتي الخطأ والنسيان. جاء فلوقوعهما لا يستقيم الكلام بدون تقدير مؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك، يعني لبرويك الآن حالي حاضر إما هست بخطأ بنسيانك، يعني أنها هيا خطأ هيا نسيان هيا لبرأوا كلامك ببي تقدير مؤاخذة يا ببي تقدير ضمان يا شتيك معنى أو أنا بدأ شتيك وتقدير كي معنى كلامك مستقيم نابي متوجبين أبي حتما ولا نزل قري أو نحذا جا ديالا. فقدرنا المؤاخذة مثلا لفهمها عرفا من مثله، يا مدين مثلا مؤاخذة مقدرة كين شنك عرفا لمثلي أو هالمؤاخذة للزين. وقيل نخيل يقدر جميعها هم أو أمرنا مؤاخذة ضمان هرشي كي تلك بوشونا بخوات أمجا أو تو أو يعني أو دو قصيل غلايك أو يكيانك على عموم عام بوغشتي أو ديار الزعيفة كيتي أو قلالة بويا حزف كراوة بخاطر رعا أو تعميم بقيني يعني هم بقيني قطعا ما بس تيوية تن لحزفك أو تعميمها يا بخاطري أو يعني حال كاملو أمرنا في القوشة بيهالله يعني عام بوقش بلام حاجتك بيك كان دفع به. جاءت لا المقتضي يعني ولا العطف على العامي، يعني ولا تعميم العطف على العامي، يعني عطف جبوس العام باعسي عمومية نية لا معطوفة كذا، فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف، يعني أو عطف جبوس العام بيجي ولا أم مثلا معطوف عام شن عطف كرياس وبوس العام، فإن لا يقتضي العموم في المعطوف يعني اقتزاع عموم لمعطوف هناك. وقيل يقتضيه بوشي لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم والصفة في الحكم وصفته، شنك وان وتوتيانا أشياء معطوف هاو بجبه لقل معطوف عليها هم لحكمة وهم للصفة معطوف عليه كذا عليكاك وبرب قسمتك قبول قسمتك قبولني. قلنا في الصفة ممنوع، أقرب الله يملا للصفة ممنوعة، مثاله يعني للصفة لازم ناقة معتوب عليه وظلام لحكمة بله. مثاله حديث أبي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني أخوي حديثك مسلمان بكافر ناكو جريته أعمل وكافرك حربي به يا ذمي به بس بكافرين عامة ولا ذو عهد في عهده. ذو عهد يعني كافر ذمي ويك العهد لقى المسلمين هي أوش
أو زو عهدش ك لعهد داية إن لكاتك كلا عهد داية أو إجناك جريني ولا يقتل ذو عهد في عهده بشي مثلا أجر اقتزاع عمومك أو جر بكافرين يعني كافر زميش باشا بكافرنا كجريتو قيل يعني بكافرين أو بعمومك وخص منه غير الحربي برام دواية تخصيص ريالي وغير حربي يعني مثلا أجر كافري أخي أجر تخصيصي ندين بو معنا أجر عام بي كافريكي زمي كافريكي زمي تركجي كافر زمي غنا كجينو شاكا ولنا لركوتتي ولا ذو عهد في عهده مثلا دروسها بكافرين أما كافرك اللي هو عامة ولا تخصيص بياكا تخصيصك بياكا بشي بوكا غير حربي لدرجه يعني اگر كافرك الزمي بيوا كشتيتي ام كافر الزمي تري قصاصة كن شون كافر الزمي كشتوا باشا بالإجماع او يعني او تخصيصك كردمانة بإجماع بوا قلنا لا حاجة إلى ذلك يا مالك اكي احتياج بو او تقدير واتو كدو دواج او تخصيصك لازمناك بل يقدر بحربي بلكم مقدر اكري بحربي كبشك لكافرك شنك اقتزاع عاميني لازم نحكى عام بي حاربي يعني كواتا أرين بالي لما عنا حديثك دا أرين بالي لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي يعني لجي بكافرين كبو بشي كمي جملة كهيا لرا بحربيين دانين ك حرب خوي حربية كش خوي بشيك لا بكافرك حاربين أقول ما صار معلومية شو نخو معلومة حربية يا مهر فيما خوش بكوش رجاء معلومة كسيك حرب بكوش أنا بجيب نا أخباشا أما بالنسبة ذو عهدة يعني أقر مثلا كافرية كي زمي كافرية تري كشت بيه شاكا تفكرين أقر أو كافرة أو كشت بيه حد نق حد من ذو ميداني شرنية متواجبي أيسا مثلا كسيك دا سيك بلين لا كافر وأمانة لقل مصومنا لحالة شران باشا لحالة شران وأمانة مصومنا بي مثلا دانك يعني ليكو جي هو ديار قصاص ناكري جا مصومنا قبو الزميش قصاص ناكري باشا بلان ديار اللي هو مثلا كافريك يزمي كان ديار اولي قل مصومنا شرينية او هاتو شو حربيك يكشتوها شاكا او اش دوباره قصاص ناكري أما معنى إنيا أجر أم كافر الزمية كلا زمية مسلمانة نا زمية كي تركجي شاكا إما قصاصي ناكي أعوى متواجبي شون هيج امتيازك لبينيانا ني مالا والفعل المثبت يعني مثلا لا تعميم الفعل المثبت فعل المثبت إيش بدون كان يعني فعل مثبت كان كان إلى سبيا كان إلى سنبي ببي كان عامنية ونحو حتى ونحو كان يجمعو يعني أوش كان يجمع في سفري مثلا مالي في غمر دوجو خاسر بيه نوجي جمع كله للسفر ده مما اقترن به كان لا بلاش كمقترن بكان او فلا يعم اقسامه باشا همو باشا كان يخوي لبرناغري وقيل يعماني يعمها يعني يعم اقسامه مثال الاولي يعني بو اويك وكان لقلنا به حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبه ايه إذا وناجينا كآية نوجي فرضي كردوا يا سنتي كردوا مثلا رواه الشيخان والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر رواه البخاري فلا يعم الأولى الفرل والنفلة ولا الثاني جمع تقديم وتأخير وشي إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد شو كان لفظك لحديث أولا هذا يجنوجا جايني يعني في غمر يجنوجا كردوا ولهيد ومشى يجمع جايني دي ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرلا ونفلا وناكر يا مثلا يجنوجا في غمر كربتي هم فرز وهم سنة يشبه والجمع الواحد في الوقتين يا يجمع لها دو وقتك قراري قرتوه كواتي يكك يا نقري وقيل نخلنا ولا عماني ما ذكر حكما للرنق حكم بوشي لصدقهما بكل من بكل من قسمي الصلاة والجمع شنك تو حركة ميكان لو دواني لإرادة قري درست ناتواني
ببري بس هر دكانه بلا ما هر كام يعني لا إرادة كي شاكا مثلا وق هل أجري مثلا دور كعات نوجي دور كعات نوجي سنة بوبي هل أجري دور كعات نوجي فرض بوبي شاكا وق هل أجري مثلا جمعة كجمعة تقديم بوبي هل أجري جمعة تأخير بوبي شاكا وق شن يعني لا أولا و وقت شنو مثلا جمعة تقديم بو جمعة تأخير نبوة يكي تلبو هي بلا جمعة تأخير بو جمعة تقديم نبوة بس شامل أبو هردو الآية وانا ديارة وقت وادنا كبه بتشمول لك شمولي بدلية بيبو قرارة نك بلا انت او بدلية بيت يعني هناك عمومك عموم بدلية نا عموم شمولي يعني مش خصمه نوع عموم شمولي بيت وقد تستعمل كان مع المضارع للتكراري وجاري وهي كان لقوم مضارع كان لقوم تكراري كفي الماضي استمراري كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة يعني هميشة فرمان يداب من ركانك بخانوادي كان يشكر الزكاة وقولهم كان حاتم يكرم الضيفة يعني حاتم حرمتي ميوان يقر وعلى ذلك جرى العرف وعرف لسلمة جاري هو ولا المعلق بعلتي كان لك ملارعة هو اسم رارة أريد أنا قلت بعموم قيني آخر تباشاكا بروانا كان يجمع بين الصلاتين في السفر وتاني خبها مشوا يكر دو أمانة باشا آية جمع تقديم يكر شن أفراد جمع نك أو كبلين ولا بو لنا أو لو بارو عموم أو أجيني كالهرشي سفر آية في غمر دولي خوالي سربي مثلا نوشي كرو من زمان هاتشي سفر نيا بس أفراد الجمعة كيها زي آية جمع تقديم وجمع تأخير شكل هذا اللي كان يك ساقر إما بمعنى بزاين هدو كان يكدوها أشير دليل يترو بزاني ولا المعلق بعلة فإنه لا يعم أوش لا يعم كل محل وجدت فيه العلة بين حال محلك عيلة تكت يا دسكويت أو بقياني لفظا الأروان قي لفظ وبتعمومين لكن يعمه قياسا بلا ما قياس بلا يقريته وقيل يعمه لفظا بلفظ مثاله أن يقول شارح حرمت الخمر لإسكارها مثلا أوا بيجي فلا يعم كل مسكر لفظا بلفظ شاملنا ولا قياس كريم مثلا إسا حمري خمري حرام كده بو لبرخات إسكارك أقرشتيكي ترمان بيني أو إسكاريتي أبيج والله مش حرام أو قياسة أما بلفز نخينا يقريتها وقيل يعمه لذكر العلة يعني عموميتي هي تنك ذكر العلة كريا فكأنه قال وقوى يا أخوي قولا فرمو بيتي لو كاتا حرمت المسكرة بيج والله مسكرم حرام كده خلافا لزاعمي ذلك أي العموم في المقتضي وما بعده كما تقدم ما بيت شواني كساني كزعمي أو عموم ما بين المقتزي وما بين لا مقتزية لفعل مثبتة شاكة لمقتزية لعطف وصل عامة لفعل مثبتة وهروها لا معلق بعلته بو بشوار دانا أما توابو تاير والأصح أن ترك الاستفصالي في حكاية الحالي شاكا ينزل منزلة العموم في المقال بل أصح لسأل أما ترك استفصال يعني أقر هاتو كابرايك مثلا اشتكي للروضة أمر في غمر درود يخال سربي بدون توزيع خراع بدون أوكل كابرا برسي آيات شون بو شون نبوه يعني لا زوايا اشتكي نبرسي حكم كيدا أو بمنزل عموم دان لي لقصة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي بغيلان كقول سلمة الثقفي بو وقد أسلم على عشر نسوة لحركة مسلمان بو بدجنو وتي فرمي أمسك أربعا وفارق سائرهن يعني شواليا بيضروا لا ششكي الجابرو رواه الشافعي وغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبا أو أي مسألة آية قشت يعني هم زان بيكو ما ركردون يام بترتيب ما ركردون أو أي نفرمو فلولا أن الحكم يعم الحالين أقر أو حكم وافي غنبر كرديتي أقر عمومي بهردو حالك النبي شاكا يعني أو هيشتنا ويتشوارو
ده صلقة لا شاشة لما أطلق الكلام عرب مطلقين في غمبر يقال سبك كلام غيب مطلقين دهاول لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه شنك إطلاق ممتنع على شوينك كا لشويني تفصيلة جي تفصيلك تفصيل احتياج ولا هي وقيل لا ينزل منزلة العمومي على منزلة عمدان بل يكون الكلام مجملا كلامك مجملا لبرويك مجملا معمولا أو أنا وأبيانو مجملة تأويل تياك وسيأتي تأويل الحنفية ودي تأويل الحنفية كان لو أمسك أربعا وفارق سائرهن أمسك كالتأويل كانوا بابتدئ يعني ابتدئ نكاح أربع منهن يعني مثلا نكاح شواريان ابتداء ماريان كرو أو في المعية لحركة أجر مثلا قشتيان دبيك ومارك واستمر على الأربع الأولي في الترتيب ولا سر شوارع أولك أو إياك دوسي شوار أعوان تمارك الدواء لسر أعوان بر دوام با أوي تري دزدي هلقلة شونك تو تا شوار بود دروز بو مثلا شوارك بولاو بود دروز نبو شاكا اتبو من تواو نابي قشتي تا عربا بسمان بي موفق إن شاء الله.